طيب، إلى خبر آخر من خلال شبكة الشروق، نعمات رئيسا أو رئيس للقضاء والحبر نائبا عاما. قرر مجلس السيادة تعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير رئيسا للقضاء، وتاج السير علي الحبر نائبا عاما مؤقتين إلى حين تكوين مجلس القضاء العالي، وذلك خلال اجتماع لمجلس السيادة التام في الخرطوم يوم الخميس. وكان مجلس السيادة والوزراء احتمدا في اجتماعهما المشترك الأربعاء الماضي الوثيقة الدستورية التي تحتوي على 78 مادة، وتمنح مجلس السيادة الحق في اختيار رئيس القضاء والنائب العام، طالما تم الانتظار كثيرا عن تشكيل رئيس القضاء. عموما، كيف تنظر لهذا التعيين الجديد؟ تعيين رئيس القضاء وتعيين النائب العام، أولا كما أشرت انتظر الكثيرون إعلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام لفترة طويلة، لأنها كانت متعلقة بحيثيات في إطار الوثيقة الدستورية، وكان هناك أيضا شيء من التنازع في أن الوثيقة الدستورية هي التي تضم في ثناياها 70 صفحة أم 78 صفحة. هذا الأمر جعل هذا التأخير. والأمر الثاني والمهم في هذا التعيين، بالنسبة لتعيين رئيس القضاء مولانا نعمات، الأستاذة نعمات لم يكن مدهشا لكثير من الناس، لأنه كان معلوم منذ فترة طويلة، وحتى كان قرب أو وشك إصدار تعيينها لولا الجدل القانوني والدستوري حول ترأس مرعى. لا، ليس له علاقة بالمرعى، حيث أن لو كان عينت في ذاك الوقت وأدى اليمين الدستورية كل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ربما يكون هنالك طعنا دستوريا على هذا الشكل، باعتبار أنها لم يحسم أمرها أمر تعيين رئيس قضاء في الوثيقة الدستورية. فبعد الجدل الطويل هذا توصل، استوقفني تعيين الحبر الأستاذ تاج السير علي الحبر النائب العام، لأنني قرأت ورقتين، ورقة مشتركة مع الأستاذ كمال الجزولي وأحد المحامين الأخر، تتعلق بانتقادات حول الوثيقة الدستورية وانتقادات على واضعي الوثيقة الدستورية، مينلي الأستاذة ابتسام السنهوري والأستاذ ساطع أحمد الحاج. كان نقدا لازعا ونقدا استوقفني، لأنهم أوضحوا أن هناك كثير من الخلل شابه هذه الوثيقة الدستورية أيذر الأولى أو الثانية، ذات السبعين أو ذات 78 صفحة. والأمر الثاني أيضا، قرأت ورقة أخرى برضو أو مذكرة أخرى قدمها الحبر نفسه، تتعلق بالوثيقة الدستورية، فلا أدري كيف سيعمل على إحداث قدر من التوافق برؤياه النقدية ورؤيته الآن وهو يتسنم النيابة العامة. كل ما نأمله أن يوفق توفيقا كبيرا في المسألة المتعلقة بالتشريعات والمسائل التي نصت عليها الوثيقة، وإن كان الوثيقة الدستورية بإعلان حالة الطوارئ لا يعمل بها في الفترة المقبلة، لكن إحلال أو وجود نائب عام ورئيس قضاء قد يشكل قدرا من الاستقرار العدلي
في البلاد. طيب فيما يخص عملية التحقيق المستمرة اللي كانت يعني منتظرة حين تشكيل النائب والرئيس القضاء في عملية فض الاعتصام وغيرها من القضايا اللي كانت تدور في أذهان الجميع، ما المنتظر يعني من هذا التعيين الجديد؟ أبرز القضاء وأولويات المرحلة. لا أحسب أن الأستاذ الحبر يبدأ من الصفر، لأن هنالك لجان شكلت وبدأت تعمل في هذا في هذه المهام. من المرتقب أن يعمل على متابعة سير تلك اللجان ودعمها سواء كان بالكوادر أو بالمعينات التي تجعلها تؤدي عملها بأسرع ما يكون، لأنه الكثير من الشارع السوداني يترقب قرارات تلك اللجان أو تلك اللجنة حتى يعني يحقق العدالة، يحقق العدالة ويعني يحدث ارتياح لأسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين. صحيح.